يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم فيما شرب له. فكان الإمام ابن المبارك رحمه الله يقول عند شربه لماء زمزم: إني أشربه لظمأ يوم القيامة. السؤال: هل إذا أراد الرجل حاجة من حوائج الدنيا كشفاء من مرض أو أراد ولدا أو غير ذلك أن يذكر حاجته عند شربه لماء زمزم لفعل الإمام ابن المبارك رحمه الله؟ لا بأس بذلك، لا بأس، لما شرب له من مرض سواء مرض عضوي أو مرض بعدم النسل، لمرض يمنع النسل يزيله الله أو غير ذلك، فهو ماء مبارك فيه شفاء وفيه طعام، شفاء طعام طعم وشفاء سقم، يشربه الإنسان للطعام لأنه يقوي ويغذي، ويشربه الإنسان للاستشفاء به، ويشربه الإنسان للتبرك به لأنه ماء مبارك. نعم.